أنك تهاجر من بلدك مو بسهل أبدا، وأنك تهاجر إلى بلد نسبة المسلمين فيه قليلة قد يكون صعب ورح تكون فيه تحديات. لكن كيف هي حياة المسلمين في السويد خصوصا بعد ما شهدت ازدياد كبير في عدد المسلمين في السنوات الأخيرة؟ يوجد ما يقارب 300,000 مسلم في السويد، أسسوا مساجد تزيد عن 42 مسجد في جميع أنحاء البلاد، يمارسون حقوقهم الدينية، ومنها بعض المساجد اللي حصلت على تصاريح لإقامة الآذان أيام الجمعة رغم رفض الكثيرين. واليوم أزور واحد من أجمل المساجد في السويد واللي بدوره واجه صعوبات قبل بنائه لأن تكلفة البناء كانت عالية جدا، فتم طلب الدعم المادي من أكثر من دولة عربية واستجابة المملكة ببناء هذا المسجد اللي وصلت تكلفته لأكثر من 10 ملايين دولار. وما كان هذا التحدي الوحيد، فبعد الموافقة على بناء المسجد قامت مظاهرات مناهضة لبنائه، وخصيصا أنه كان في منطقة سويدية بحتة. اليوم راح نتعرف على المسجد ونصور لكم حال المسلمين في السويد. أعطونا لايك واشتركوا بالقناة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير وبصحة وسلامة. يا مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عن أجواء المسلمين في السويد. اليوم يوم جمعة، حبيت أي لأكبر مسجد في مدينتنا، مسجد يوتوبوري اللي تم بناءه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، يعني تقريبا 2011 تم افتتاحه وصرفوا أكثر من 10 ملايين دولار. يعني قصة صراحة. المسجد هذا وعانى وتم محاربته بشكل عجيب وغريب، لكن الحمد لله انتصر الحق وتم بناء المسجد هذا وافتتاحه، صار الحين أكثر من 13 سنة. فنبغي نشوف أجواء المسلمين كيف، هل في تضييقات عليهم؟ هل في تقييد على حرية ممارسة الدين في السويد؟ طبعا أنا الحين موجود أمام المسجد، وصلت الحين يوم الجمعة، طبعا بدأت خطبة الجمعة. ما شاء الله المسجد ممتلئ عن بكرة أبيه، ما شاء الله كل زاوية ممتلئة، ما في مكان تقعد فيه، شيء جميل جدا وأجواء رائعة، قسم بالله تحس كأنك في دولة مسلمة. أنا شربت، هذا حضيف للضيف. لا أنا شربت، أنا شربت. أنت شربت؟ أنا شربت. أشرف تاني. هلا شو شربت؟ أنا اسمي فرج سمو، عمري 37 سنة، ساكن في السويد من 1989. المسجد كان حلم للمسلمين في يوتوبوري، في مدينة يوتوبوري، وبدأوا من 1985 الفكرة هذه، وهم يجتهدوا عشان ياخذوا أرض مكان يبنوا فيه مسجد. فبال 95 هم أسسوا جمعية أو وقف للمسلمين، وقف عام للمسلمين، فعانوا كثير يعني في هذا المشروع، ولكن الحمد لله سنة 2011 فتح المسجد في الصيف بشهر 6، فتح المسجد للمسلمين، فكان هذا فرح كبير رغم المظاهرات من العنصريين ورغم الهجمات من الأعلام والسياسيين، ولكن هذا أمر رب العالمين أن هذا المسجد يكون للمسلمين. ما شاء الله. طبعا الحين خلصت صلاة الجمعة، والمسجد عنده مكان مثل المقهى أو شيء، مكان حلو جدا. هذول الشباب صم طبعا ما شاء الله، عزموني على شاي. شكرا. شكرا. Thank you. هذا الأخ من المغرب وهذا الأخ من مقدونيا، ها بيتكلم لغة الإشارة، طبعا أنا ما أفهم عليه. ما شاء الله جالسين في البيت يشربون الشاي، وهذه الأمور طيبة صراحة ما شاء الله. شكرا جزيلا. نجلس. أعطني. كيف تشوف حرية ممارسة الدين في السويد؟ جيدة هي. حرية كاملة بالنسبة لنا المسلمين، يعني احنا ما شفت، ما تعرضت لاي مضايقات؟ لا صراحة لا. طبعا لا، هو في سيستم، احنا جايين على بلد مش اسلامي اصلا،
فهم عندهم معتقدات وعندهم أساليب وإحنا بنحترم الشغلة هذه. نعم. إحنا ممكن نأخذ إذن، إحنا نعمل نتفق مع رب العمل إنه إحنا ممكن نروح نصلي الجمعة، لأنه إحنا الجمعة كمسلمين عندنا إشي مقدس ولازم نصلي الجمعة. الأوروبيين بشكل عام عندهم مشكلة وفهم خطأ كبير عن المسلمين. وفي مشكلة هيك أنا بشوفها صغيرة، إنه في بعض المسلمين كمان للأسف بيعطوا صورة مش كويسة عنا خارج في تعاملاتهم اليومية، بيعطوا صورة مش مزبوطة. هذا الإشي بينعكس على الناس اللي مش مسلمين، بيخليهم يكونوا حذرين في التعامل معنا. نعم. وما يخلون يعطونا مجال نمارس عباداتنا بشكل صحيح. طيب في واحد الحين بيقولك أنت الحين الدولة سويت لك مساجد وسويت لك أماكن تصلي فيها ما ضايقتك، هل هالكلام صحيح تشوفه ولا؟ أعتقد أن الدولة ما بتقدر ما تسوي لك مسجد، لأنه في نهاية الأمر أنت في عندك عدد سكان مسلمين كبير وهم القانون يعني لهم رأي بغصب عنهم يعني حيعملوا لك مسجد، ولكن صحيح. حيكون يضايقوا عليك بطريقة أخرى، بطريقة صحيح. بالإعلام بيضايقوا عليك. هذا المسجد كان عليه مظاهرات يعني قبل لا يبنوه. أنا ما عندي فكرة عن الموضوع والله. نعم. ولكن أعتقد أنه اللي بده يكون مسلم واللي بده يصلي بيصلي بغض النظر عن أي شيء حوله. نعم. حدا ضايق أو ما حدا ضايق، وأعطوه مجال أو ما أعطوه مجال. اللي بده يلتزم في دينه بيلتزم وين ما كان، 100% مش مهم مين حواليك وشو بيعمل. نعم. المهم أنت شو بدك تعمل. السعودية جزاهم الله خير هم اللي تكفلوا في بناء المسجد كله ما شاء الله، فكان مشروع مكلف للمسلمين في طبوري. ولما كانوا يفكروا بهذا المشروع قال لك هذا المسجد كبير جدا، ولكن الآن بعد مرور هذه السنين والمسلمين أصبح المسجد صغير رغم نعم شفت اليوم متر. نعم. ففي النشاطات وفي الندوات والدورات العامة في عند الشباب خاصة أصبح المسجد صغير. عليهم مصطنع تم عليهم بكسرة عليه من الحميم، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. طبعا مثل ما تشوفون المسجد يعني كل ركن من أركان المسجد بتشوف فيه خير، يعني اللي يقرأ القرآن، اللي يجلس، اللي يشرب قهوة، هذا قسم طبعا يعني مثل الكافيه تقريبا، والناس تقرأ قرآن تجلس، اللي يبغي يتحدث ينتظرون لين صلاة العصر تقريبا. والآن فقط تبرعات المسلمين لا داخليا ولا خارجيا يأتينا فلوس. ففقط هذا المسجد ينفق عليه من زوار المسجد. جميل. وبصراحة هم أهل كرم وفضل ما شاء الله، وعارفين أهمية المسجد، والمسجد الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى مسجد يعني نحسبه مبارك بهذه الجهود الطيبة. يعني هل في إمكانية أن الناس من خارج السويد ممكن تتبرع ولا ما في؟ ممكن نعم نعم. يعني في عندكم موقع أو على طريق عند الصفحة عندنا في الويب بيج بوش موسكيب بنك دسة في معلومات البنك، من أراد يتبرع يعني ما في مشكلة. جميل. يعني كشخص عايش في السويد تقريبا 8 سنين ما وجدت هيك شيء يعني إنه مضايقات يعني من حيث إنه تؤدي عبادتك في المسجد أو بطريقة لبسك مثلا في الشارع. ما واجهت حتى يعني أشخاص عنصريين. أنا أسمع أن الناس إن التقت مع نعم يعني كيف يقول لك يعني إنه ألفاظ عنصرية توجهت لهم. أنا الحمد لله ما التقت. ما في مشكلة يعني تمارس دينك وتروح طبعًا المسجد طبعًا بس يعني هم ضايقوا على بعض المسلمين يعني في بعض المناطق اللي هي سموها الجيتو يعني يعني يطلقوا أعذار إنهم يغلقوا مثلاً مسجد صغير يتحايلوا عليك يعني عشان يسكروا. كم صار لك في السويد؟ 42 سنة ما شاء الله. هل واجهت أي موقف عنصري ضد حضرتك؟ طبعاً أنت واجهت؟ واجهت طبعاً. أوكي ما شاء الله. طيب حضرتك؟ أنا كان وقع لي اعتداء يعني من عنصريين. نعم. اعتداء نعم. يدوي نعم. زمان في هذه تقريبا 15 سنة على الأقل. طيب هل حضرتك كمسلم
تحس انك حر تمارس الدين بطريقه اللي تريدها ولا؟ نعم الحمد لله. نعم. في بعض المشاكل موجوده وهذه المشاكل نحن نعالجها بطرقها السليمه ومع الجهات المعنيه ومن خلال اشخاص مختصين. في بعض تصرفات واشياء احنا طبعا ما نرضى عنها ونشعر انه هي ليست جيده، لكن نعالجها بالطريقه الصحيحه ليس من خلال الاعلام وانما من خلال تعامل المسؤولين في جمعياتنا مع المسؤولين في السلطات. وهي الوسيله احنا شفناها وسيله جيده. يعني قصدك انت التصرفات هذه صار شيء ضد المسجد او عن المسلمين؟ لا ليس شيء ضد المسجد نفس المسجد، وانما في اشكالات مثلا كانت متعلقه بموضوع السوسيال، موضوع حلق القران، بعض مواضيع متعلقه باستقبال شهر رمضان في المدارس. واحنا بالعاده هذه القضايا نناقشها مع الجهات المعنيه يعني مباشره. احنا كمؤسسات نتصرف بطريقه مؤسساتيه. الافراد احيانا يتصرفوا باسلوبهم، كل واحد يعبر بالاسلوب اللي يشوف انه مناسب له. المؤسسات دائما في لها اساليب نتوقع انه هي الانفع، لكن احنا لا نصادر من اي شخص حتى من عامة المسلمين انه يعبر عن اعجابه بشيء او استياءه من شيء بالوسيلة اللي هو يشوفها مناسبة. المسجد عنده عمله الخاص بالفتوى، بالزواج، بالطلاق، بالخدمات هذه العامة. في عنا زيارة المدارس هذه الان مجانا. زيارة المدارس شو معناها؟ يعني يأتوا المسجد ويتعرفوا على الإسلام. المدارس السويدية مثلا يجوا؟ المدارس الحكومية والسويدية والخاصة تأتي على المدرس من صف أول ابتدائي إلى جامعات. تمام، يأتوا ويحجزوا مكان في المسجد ساعة ويأتوا المسجد ونعرفهم عن الدين ما شاء الله. الإسلام، هذه الخدمة موجودة مجانا للمجتمع هذا عاملينها. في عندنا جمعية قرآن عندها أكثر من 350 طالب في المسجد. في عندنا مؤسسة الشباب. مؤسسة الشباب هي الآن أهم مؤسسة عندنا في المسجد. كمان عندنا الناس اللي تأتي وتسأل وتتعرف على الإسلام. يعني عندنا تقريبا بالشهر ممكن 7-8 يسلموا في المسجد. هم يأتون. نعم في الشهر. أي نعم، أحيانا في الأسبوع يأتي سويديين ولا سويديين وغير سويديين كمان. ويسألوا ويستفسروا عن الإسلام ما شاء الله، فينطق الشهادة في المسجد. أنتم يعني عندكم دور فعال في المجتمع يعني. نعم، فنحن ليست فقط مسجد، مبنى مسجد الناس تصلي فيه وتمشي، نحن مؤسسة إسلامية. والسؤال الأهم اليوم، هل يقدر المسلمين في السويد أنهم يصلون في أماكن عملهم؟ عامة بالشغل يعني. حتى بصلي بسوبرماركت بصلي حتى. عادي. ما حد بيضايقك؟ لا أبدا ما. جميل. يعني وبرا صليت برا يعني بالحشيش عادي يعني. ما بحس ابدا. بس ليك هي شو اسمها، لانه انا كنت يعني وحيد يعني بس يعني بس يشوفوا انا من الانقدمر يعني يصلي يعني عم يتركوني يعني بس شخص يعني من كثير اشياء. بس هلا تغير يعني فيك تصلي معك 5 دقائق يعني اكزامبل. هذا بالنسبه لشغلي. نعم، في ناس بيروحوا مثلا معهم 5 دقائق يروحوا يدخن مثلا. انا معي 5 دقائق اروح اصلي. فبيعطيك مجال ان انت تصلي، ما حد يكلمك ما دام يوقف راحتك. لا في قانون. لا في قانون بقدرش. بس انت كانك تطلع من مكان العمل وتيجي تصلي الجمعه في الجامع. هذا صعبه انه ياثر. هذا ياثر على عملك. طبعا بياثر على عملك وبياثر على الانتاج اللي عنده هو كمان. هو بيهتم في انتاجه هو، بيهتمش انه هو في بس يعني بده يساعدك هو. صح. نعم. لكن في نفس الوقت بدي يساعد نفسه. طبعاً. جميل جدا. أنا الحين بالأسف وأنا أصلي بالمدرسة. المدرسة بتصلي؟ وما في أي مشاكل؟ لا ما في، هم مخصصين مكان أصلاً بالمدرسة نصلي فيه. ما شاء الله. أوقات الصلاة. وتحب تيجي هالمكان هالمسجد؟ أكيد كل جمعة أجي. ما شاء الله، أتشرف فيك والله أخطأ. الله يبارك فيك يا رب. أنا الحين وين؟ في الشغل، وهذه عندنا غرفة الاستراحة، ومثل ما تشوفون سجادة بعدين تقدر تصلي هذه هي سجادتي، وأقدر أصلي بكل حرية بدون ما حد يكلمني بدون ما حد يزعجني. وأكثر الأماكن أكثر أماكن العمل يعني في السويد مسموح لك أنك تأخذ استراحتك اللي هي 30 دقيقة وتصلي. أكثر الأماكن، ما أقول كلها، في أماكن كثيرة لا يسمحون فيها، يمكن لأن قلة الأماكن أو لأنهم ما يحبون أصلا واحد يصلي، ممنوع شيء. مثل ما شفتوا يا الربع، صراحة كانت أجواء رائعة، الحمد لله
أن عندنا مسجد مثل هذا، مسجد يوتيوبوري الكبير. أتمنى أني أكون نقلت صورة المسلمين الحقيقية والواقع اللي نحن نعيشه كمسلمين، وسمعت أنتم من الناس. أنا ما أثرت على رأي أي حد اليوم، اللي حسوا أنهم عندهم مضايقات، اللي حسوا أنهم يمارسون دينهم بحرية. أنا شخصيا 12 سنة ما عانيت من أي مضايقات ضدي كمسلم. أقدر أصلي في الشغل، أقدر أصلي برا، أقدر أصلي في الشارع، في حديقة، في أي مكان، وأقدر أصلي في مسجدي الكبير اللي تم بناءه من قبل المملكة العربية السعودية. أتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم. لا تنسوا تعطونا اللايك وادعموا المسجد. للي يبغى يدعم المسجد بحط لينك لقنواتهم وصفحاتهم ويعني موقعهم الرسمي، راح أحطه تحت في التعليقات إن شاء الله. سلام.